محمد ابو جبل. يمكن انا ما اعرفش الدنيا جوه نادي الزمالك فيها ايه، يمكن امير ادرى مني. لا بكلمك انا، محمد ابو جبل كحارس مرمى كان افضل له يكمل مع نادي الزمالك ولا يطلع طبعا من نادي أكيد. الزمالك؟ انا مع الاستمراريه دايما الكوره، انا بحب الاستمراريه في الكوره. وبعدين هو كان وصل لمكان يعني حاجه كويسه جدا، فانا كنت مع ان هو يفضل في نادي الزمالك. انت لعبت قصاد طارق حامد اكيد، ولعبت قدام لعبت كتير. معاه لا لعبت معاه طبعا، لعبت معاه سنه في سموحه. ايه رايك؟ لا ايه رايك في راجل، الوضع بالنسبه لا لطارق؟ راجل عنده مسؤوليه غير طبيعيه في الملعب، وراجل لا وبعدين مهم جدا. يعني انا بشوف كل النجاحات اللي كانت في نادي هو ليه فيها دور كبير جدا يعني. وبعدين ده طارق، انا مش يعني زي ما الكابتن امير قال، لا طارق عنده رصيد كبير جدا، فلو في حاجه حلها معاه من غير مشاكل يعني. لان طارق اللي مهم جدا في نادي الزمالك، حتى لو نادي الزمالك بيكسب من غير طارق، بس في وجوده هيبقى في حاجات كتيره اسهل. صحيح، المكسب هيبقى اسهل يعني. صحيح، فاهم؟